السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، تنتمنى تكونوا بخير. وبالنسبة لي ما بغيت نشارك معكم واحد البغرير اللي تيجي زوين بزاف وسهل واقتصادي وصحي. ما غاديش ندخلوا فيه الدقيق البيض، غادي نديروا واحد الزلافان تاع السميدة تاع الحلوة رقيقة، واحد الزلافان تاع السميدة رقيقة، وغنحتاجوا واحد الخميرة تاع الحلوة، وغنحتاجوا واحد الفاني، وغنحتاجوا واحد المعلقة تاع القشور تاع الليمون ومحكوكين بحال هكا، وغنحتاجوا واحد شوية الملح على حسب الذوق. بالنسبة لهذا البغرير تيجي زوين بزاف، وهاد القشور الليمون كيعطيوه واحد المذاق زوين بزاف وواحد الريحة زوينة. وندوز معكم لتحضير هذا البغرير اللي ساهل بزاف. نبداو على بركة الله، على بركة الله عفوا، لتحضير هذا البغرير غادي ندير واحد الفاني، والملحة تنديرو على حسب الذوق واحد شوية، وغنديرو القشور نتاع الليمون تيعطيو لهاد البغرير واحد المذاق زوين بزاف. وغنديرو واحد نديرو الماء، نديرو الماء دافي، بالنسبه لهاد البغرير تيجي زوين بزاف حيت ما تندخلوش فيه الفورص، وما تنديروش فيه الخميره ديال العجين، كنديرو غير خميره واحده. وغادي نزيد واحد الخميره، غنخليوها حتى تنطحن، نديرو في الماكينه، وغادي نديروه في الطحانه باش نطحنوه. تنطحنو طيولي على هاد الشكل هذا، عاد تنربطو في العينه، وغادي نزيدو الخميره، خماره حمراء ديال الحلوه، وغادي نحركوه واحد شويه، نخليوه واحد ربع ساعه باش يتفاعل مع هاد الخميره. غادي نغطيوه ونخليوه واحد شويه، واحد ربع ساعه، عاد ندوزو نطيبوه. بعد ما تنخليو البغرير ديالنا يرتاح شويه، غادي ندوزو دابا باش نطيبوه. يلا تنخليوه، وتنستمروا على هذه الطريقه، تنساليو البغرير ديالنا اللي تيجي زوين بزاف، تيجي مشبك وتيجي.
مشاهدين الكرام، هو البغرير ديالنا بعد ما تنجدوه تيجي على هذه الطريقه. هذا هادي كيجي خفيف بزاف وكيجي زوين وتيعطيو هذوك القشور الليمون كيعطيوه واحد الريحه زوينه بزاف. و تتمنى تجربوه ويعجبكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه ودعموني بلي لايك. والسلام عليكم.